يعطيكم العافية، معاكم المهندس نادين الرياحي من مركز اي سي سي. بفيديو اليوم رح نحكي عن الانجينيرينج ديزاين بروسيس بشكل عام، ورح نحكي بالتحديد عن البامب ديزاين. في البداية بدنا نعرف شو هي الستبس للانجينيرينج ديزاين بروسيس. في خطوات بنمشي عليها لما بنعمل ديزاين. اول خطوة لازم اعمل ايدنتيفيكيشن للبروبلم. ثاني خطوة identify the criteria and the constraints، يعني أنا بدي أعرف شو البروسيجر اللي بدي أمشي عليها لما أحل problem الديزاين، وإذا في عندي أي قيود بدي أراعيها لما أحل problem. ثالث خطوة refine the design using the prototype or a model، يعني بالكيميكال engineering design بنتعامل مع بلانت كبيرة، فممكن إني أبسطها بنموذج مبدئي أو موديل لحتى أعرف كيف أتعامل معها. بعدين بنعمل evaluation للديزاين، نعمل developing للبرودكت، واخر اشي بعمل evaluation للفاينل برودكت، وبشوف اذا في عندي اي اخطاء لحتى اعمل ري ديزاين او لا. الفيجر اللي قدامنا على الشاشه ببين لي الانجينيرنج ديزاين لوب، الخطوات بالترتيب اللي بنمشي عليها لما نعمل ديزاين. اول خطوه مثل ما احنا شايفين identify the need. ثاني خطوة بعمل ريسيرش للبروبلم لحتى أعرف شو أفضل البروسيجر بدي أتبعها لما أحل المسألة. بعدين بعمل ديفلوب للبوسيبل سوليوشن، وبنقي أفضل سوليوشن ما بينهم، يعني سيلكشن للموست بروميسينج سوليوشن. بعدها بعمل بيلد أو كونستراكشن للبروتوتايب أو الموديل المبسط اللي حكينا عنه. بعدين بنعمل تيست وإيفاليويشن لهذا البروتوتايب، وبنعمل كوميونيكيشن للديزاين كامل، وبشوف إذا في عندي أخطاء رح أضطر إني أعمل ري ديزاين، يعني أعمل ديزاين مرة ثانية. الخطوة الأولى إيش معناها؟ define the problem أو identify the need، يعني أنا لازم أعرف شو هي الضرورة لحتى أنا أعمل ديزاين لهي البروبلم مثلا، أو ليش أنا من الضروري إني أوجد solution للبروبلم اللي بتواجهني. و identify the criteria and any constraint، يعني إذا في عنا أي قيود لازم أعرفها لما أبحث، ولازم أعرف البروسيجر المفصلة، يعني بالتفصيل بدي أمشي الديزاين خطوة بخطوة. ثانيا الريسيرش بروبلم، يعني بدي أبحث وأعمل brainstorming وأجمع information كتيرة about the concept اللي إلها علاقة بالproblem statement اللي بتواجهني، وأخذ notes من مواقع علمية طبعا لbrainstorming solution لحتى أطلع بكتير ideas أو أفكار اللي رح تساعدني إني أحل هاي problem مثل ما حكينا بالخطوة الأولى. بعدها بعمل selection لأفضل solution ما بينهم لحتى أخذ best solving للproblem. بعدين بعمل build للprototype، وبعدها testing and evaluation للprototype. الخطوة اللي بعدها رح تكون communicating للديزاين كامل، وبعدها redesign. طبعا redesign في حال كان في عندي أخطاء بضطر إني أعمل redesign حتى أعرف وين المشكلة. بفيديو اليوم رح ناخد عن البامب ديزاين، طبعا هو سهل كتير، رح نحكيه بشكل مبسط. وإذا بدنا نتعرف على الديزاين للهيت اكسشينجر والأشياء اللي أكثر تعقيدا أو أصعب منها بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. هلا البامب هي عبارة عن ديفايس بتحول الميكانيكال انرجي لهيدروليك انرجي باي ايذر سكشن اور كومبريشن. طبعا it is used to move water, air or other fluids into or out to the system. في عنا example مثلا في عنا plant، في حال عنا plant كبيرة مثلا chemical plant تحتوي على العديد من الequipment. هاي الإكويبمنت ممكن يكون عندي رياكتورز، ديستيليشن كولوم، والعديد من البامبس. مثلا في هاي البلانت انا عندي 6 بامبس والعديد من الإكويبمنت الاخرى معمول لها سيميوليشن في الهايسز. طبعا الهايسز موضوع اخر رح نتطرق له بفيديوهات ثانيه. فانا بدي اعمل كيميكال ديزاين لهاي البامب حتى اعمل استيميشن للفوليومتريك فلو ريت وللبريشر هيد وللباور. فشو هي الخطوات رح تكون؟ الخطوات رح تكون اول شيء هاي البلانت مرسومه قدامي. طبعا انا بهمني اني انا بدي اعمل الديزاين للبامب اللي هي بامب بي مي. فلحتى اعمل الديزاين بطلع على الفلويد اللي داخل قدامي اللي هو عباره عن البنزين، هو الانترنج فلويد، بشوف الستريمز اللي داخله واللي طالعه. بعدها بنبلش بخطوات الديزاين للبامب. بتكون أول إشي الداتا اللي بطلعها من الهايسز اللي هي بتكون معطاة بالسؤال موجودة قدامي على الجدول. في عندي البريشر للأوتلت ستريم، وفي عندي بريشر للإنلت ستريم، وبتكون معطاة عندي إما بالهايسز أو بكون أنا عملت لها استيميشن. في عندي الماس فلوريت للإنلت ستريم،
اللي هو البنزين، وفي عندي الدنسيتي للان تستريم، يعني انا بشكل عام عندي ثيرموفيزيكال بروبرتيز موجوده معي، فانا بدي استخدمها واتبع خطوات الديزاين للبمب حتى اطلع البريشر هيد والاشياء المطلوبه. اول خطوه راح اجمع اعمل كالكوليشن للبريشر ديفرنس ما بين الاوتلت بريشر والانلت بريشر باستخدام القانون اللي قدامنا على الشاشه اللي هو الدلتا بي، بيعطيني البريشر للاوتلت ستريم ماينس البريشر للانلت ستريم. وبراعي موضوع اليونتس، هلا الوحدات بالنسبه للبريشر بده يكون عندي بالكيلو باسكال، طبعا بي اوت اوتلت بريشر والبي ان هو عباره عن الانلت بريشر. الخطوة اللي بعدها رح أحسب الفوليومتريك فلو ريت بالقانون. الكيو ان بيعطيني الماس فلو ريت للستريم اللي داخل اللي هو للبنزين على الدنسيتي للبنزين. فبحسب الفوليومتريك فلو ريت والوحدات بدها تكون كيوبيك متر لكل ثانية. طبعا ام ان عبارة عن الماس فلو ريت للانلت ستريم، والرو ان هو عبارة عن الدنسيتي للانلت ستريم واللي هو البنزين. طبعا انا دخلت البنزين على البامب لحتى يعمل انكريز للبريشر، لانه بنلاحظ الاوتلت بريشر اعلى من الانلت بريشر. بعد هيك رح يكون في عندنا كالكوليشن للبريشر هيد، واللي هو اصلا مطلوب مني اني احسبه، اللي هو الاتش البريشر هيد بيعطيني الدلتا بي على الرو ان في الجي، حيث ان الرو هي الدنسيتي والجي طبعا نعرف وحدتها متر على السكند تربيع، والدنسيتي وحدتها كيلوغرام على الكيوبيك متر. اخر خطوه بالبومب ديزاين هو عباره عن الباور كالكوليشن، بدنا نحسب الباور اللي هي عباره عن الكيو ان اللي عملنا لها استيميشن بالخطوه السابقه مضروبه في الجي في الرو في الاتش اللي هو البريشر هيد برضو عملنا له استيميشن بالخطوه السابقه مقسومه على الافشنسي مضروبه في 1000. طبعا وحده الباور بدها تكون بالكيلو وات، الكيو ان الفوليومتريك فلو ريت، الجي الاكسلريشنال جرافيتيشنال اكسلريشن، الرو الدنسيتي، الاتش الهيد بريشر، والان الافشنسي. هذا الجراف بستخدمه لحتى اعمل تشوز للبامب تايب، هل هي سنجل ستيج مالتي ستيج. هلا بنشوف شو اخترنا. طبعا مهم في الديزاين لما اعمل ديزاين لاي اكويبمنت اني انا اختار الماتيريال اوف كونستركشن. هلا بهذا المثال احنا اخترنا الكربون ستيل، بالعاده بنختار الكربون ستيل از ا ماتيريال فور كونستراكشن، لانه اول شيء له قوه عاليه جدا بيتحمل الضغط العالي، ثانيا بيقاوم الكوروسيف افكت، بيقاوم الصدأ، اللي والسوائل اللي بتدخل او الفلويد اللي بيدخل على البمب بشكل عام، وايضا it is available at good prices، يعني سعره اجمالا مقبول، فعاده احنا بنختاره از ا ماتيريال اوف كونستراكشن. ولما بنعمل ديزاين للإكويبمنت بيكون في عنا الإكويبمنت داتا شيت بنلخص عليها كل الأشياء اللي عملنا لها استيميشن والداتا، يعني مثلا الإكويبمنت نيم إحنا حكينا بالمثال هذا البمب، الأوبجيكتيف شو هدفي من هاي الإكويبمنت إني أعمل إنكريز للبريشر البنزين، التايب لهاي الإكويبمنت هي عبارة عن السنتريفيجال بمب، ماتيريال اوف كونستراكشن اخترناها كربون ستيل، وبعد هيك بنحط كل الثيرموفيزيكال بروبرتيز اللي عملنا لها استيميشن او اللي كانت موجوده معنا. هذا بيكون شكل الداتا شيت للايكويبمنت. ولما نعمل ديزاين عاده بنترجمها على اكسل شيت حتى اعرف يعني احل بشكل مرتب اكثر واعمل استيميشن لكل الداتا اللي بدي اياها، بتكون بالشكل التالي. يعني على الاكسل حطينا الاوتبوت بريشر، الانلت بريشر، الماس والرو، الباور، الجي والافشنسي، هاي كانت الداتا اللي اصلا معطاه من الهايسل. بعد هيك عملنا للكالكوليشن جدول وطلعنا كل الاشياء اللي مطلوب منا نحسبها، ولخصنا القوانين اللي استخدمناها بالاضافه للجراف اللي بيكون ما بين الفلو ريت والتوتال هيد، وعملنا استيميشن لنوع البمب اللي هي سنجل ستيج 3500 ريفولوشن بير مينت. ويعطيكم العافيه.